السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديد. يبدو بأن تألق النجم الجزائري الشاب إسماعيل بن نصر يوما بعد يوم في الملاعب الإيطالية مع نادي إي سي ميلان جعله مطلوبا في كل الأندية الكبيرة، وهذا نتيجة لمستواه المميز من جهة وصغر سنه من جهة أخرى، خاصة وأنه في تطور مستمر. وقد لمع اسم إسماعيل بن نصر كأحد النجوم المهمين في إي سي ميلان في الموسم المنصرم كثيرا، وبناء على هذا قد كشفت التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن نصر. وحسب ما كشف عنه موقع كالتشيو ميركاتو، فإن نادي مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل بن نصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد ذات الموقع بأن النادي الإنجليزي سيقوم بكسر قيمة الشرط الجزائي للجزائري إسماعيل بن نصر البالغ 50 مليون يورو من أجل التعاقد معه، ولن تكون مهمة الشياطين الحمر سهلة في ضم إسماعيل بن نصر، كون هذا الأخير متابع من كبار الأندية الأوروبية أبرزها نادي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى نادي ريال مدريد. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.